هذه الفعالية تجسد الواقع الإنساني المأساوي والصعب الذي يمر به عشرات الأطفال من أطفال الأسرى في قطاع غزة الذين يمنعون من الزيارات لأعوام طويلة. هي فعالية رمزية تعبيرية تجسد واقع الحصار المطبق على قضية الأسرى، اعتقال الإداري، إهمال طبي، قتل لقادة الحركة الوطنية الأسيرة، حرمان من الزيارات، الاحتلال. حتى جزء من هؤلاء الأطفال لا يعترف بشرعيتهم لأنهم ولدوا عبر نطف مهربة. آن الأوان لهذا العالم الظالم، لهذه المؤسسات الدولية. هناك 200 أسير من أسرى قطاع غزة تقريبا، 70 أسير منهم محرومون بشكل دائم، 120 طفل من أطفال هؤلاء 70 أسير أيضا محرومون، إما بمنع متقطع أو حتى بمنع شبه كامل. ومن الأطفال من لم يزر والده بلغ 10 أعوام ولم يزر والده الأسير حتى ولو لمرة واحدة. اليوم أجينا على المينا عشان نكتب رسالة لبابا، مشتاقين له، كتبنا له رسالة عشان توصل له الرسالة. هنا نجيب في الجزائر.